صباح البسمة الهادئة، صباح الكلمة الطيبة، صباح العافية دايما لأهل القلوب الصافية، صباح النور، صباح السرور، صباح الورود من أحلى إذاعة على أرض الوجود وفي إذاعة عين الدفلة الجهوية. ومن إذاعة عين الدفلة الجهوية دائما وفق برنامج أطباق على الهواء اللي راح يجيكم كل يوم أربعاء. إذن البرنامج متواصل معكم بالأربعاء المباشر من العشرة للعشرة ونص، وبالجمعة من العشرة للعشرة ونص. إذن وصفات مناسبتية نقدر نقول تاع نهار اليوم دائما نتماشى بها بالخضار والفواكه الموسمية. بعدها نقدر نتواصلوا مع بعض رقمين الهاتفيين 27 50 12 12 27 50 13 13 لكل المستمعات، خاصة مستعملي طريق السيار. إذا نروحوا بالعقل وطريق السلامة إن شاء الله للجميع. إذا نصف ساعة من الزمن دائما نقضيها وإن كنا في المتعة والإفادة. أكيد وصفتنا نهار اليوم رايحة تكون مناسبتية ككل أسبوع. اليوم بما أنه كانت امتحانات وكانت يعني نشوفوا في نهاية الفصل نقدر نقول الأول، دائما النهار التالي كما اليوم ولا كاين الأغلبية غدوة تكون فيها يعني حفلة خفيفة تكون تعودوا عليها بزاف يعني الأطفال، فيما يخص سواء كانت نتائج يعني مليحة ونتائج غير مرضية معليش حنا تكون فيها حوايج يعني حلوين، ولا كانت نتائج مليحة نزيد نشجع بها الأبناء. انتبهي هنا رايح نشوفوا هذا العدد لأنه دائما مكالمات كثيرة تجيني بهذا الخصوص، هذا ما قدرتش نجاوب كامل، دائما نقول لكم ما قدرتش نجاوب أنا عبر النات كامل كل وحدة وحدة، نجاوب وحدة 10 100 ما نقدرش، ولكن اليوم رايح نشوف وصفتين اللي تقدر تديرهم السيدة بلا ما تمرمد وليدها، بلا ما تكون حاجة نقية، تكون حاجة بنينة وتكون حاجة عملية نقدر نقول كي تديها، مش راح تغلبي الأستاذة ولا الأستاذ تاع الولد ويكونوا الأطفال يعني فرحانين بها بلا ما يمرمدوا يعني نفوسهم. نشوفوا الكيكة الأولى رايحة تكون كيكة تاع قوالب فردية تقدر تديريها للولاد وتشبحيها أيضا. الكيكة الثانية أيضا تكون بسبوسة أيضا خفيفة تكون فردية أيضا في قوالب فردية. ولبقى معي وقت نقدر نزيد نجاوبكم في حوايج ونعطيكم أفكار واحدة أخرى. بالنسبة للكيكة اللي اخترتها الأولى، هنا نختار قوالب فردية، من الأحسن ما نديرش يعني دي تاخت كبار، ندير قوالب تاع الطمينه ولا تاع الالومنيوم. نختار ماشي كي كاين ولاد ولا دراري صار يعني يستحقروا بهم، لا هنا ماذا بينا صدقه جوز زعما دائما غير في الولد الصغير في الملايكه هذو كي تفرحيهم ولا تفرحي وليدك. هنا عندي نشوفوا دوكا الله يبارك عاد السيدات يعني تتفنن نهار الحفله تاع الولاد، تتفنن في الحوايج هذو ما لذ وطاب من الحلويات، ولكن دائما نديرها تكون عمليه. بالنسبه للكيكه اللي اخترتها الاولى، هنا نشري هذوك القوالب اللي يكونوا صغار ماشي كبار بزاف، قوالب يكونوا صغار باه يجيني قيسي قيس الاولاد، ماشي واحد يدي واحد يقعد، من باب الصدقه من باب الاحترام من باب يعني نعلم وليدي للشيء هذا كامل ندير للقيس بلا ما ننسى الاستاذه يعني هي الصح. هنا عندي الكيكه الاولى، الكيكه واش نحتاج فيها؟ عندي 4 بيضات 4 حبات تاع البيض، وعندي كاس تاع سكر عادي، 4 بيض كاس تاع سكر عادي، مغرف فاني ورشه ملح. عندي ايضا 3 مغارف تاع الزيت، نص كاس تاع حليب دافي ماشي بارد، وعندي كاس تاع الفارينة، 2 مغارف تاع ماكله كاكاو، وباكيه تاع خماره تاع الحلوى. راح تجيني كيكه ذوق شوكولا. الكيكه هذه رايحين نسقيوها يعني راح تتشرب في ليمون باه تجيني بنينه، ومن بعد رايحه تتغطى بالكريمه. هنا نشوفوا في الاول طريقه تحضير الكيكه لانه سهله جدا. هنا بالباتر ضربي ذوك 4 بيضات 4 بيض ضربيهم مليح مليح مليح، برشه ملح ومغرف فاني وكاس سكر حتى يبيض الخليط، هذا هو سر القوام تاع الكيكه باه تجيك كيكه زاكيه، حتى تشوفي باللي البيض مع السكر تضرب مليح مليح وتضاعف الحجم تاعو. هنا نضيف 2 مغارف تاع الزيت ونزيد نضرب بالباتر، من بعد نضيف نص كاس حليب ونزيد نضرب بالباتر، نبقى دائما بالباتر ولكن في الاول اللي ندي مده طويله. نص كاس حليب يكون دافي باه الكيكه ما تهبطش سورتو في البرد، ندير الحليب دافي ماشي سخون وماشي بارد، نزيد نضرب بالباتر، من بعد ندير كاس فارينه
وذيك الفارينة نكون درت فيها باكية خميرة تاع الحلوة وزوج مغارف كاكا ونغرب لهم. ندير النواشف وحدهم، كاس فارينة معمر، ندير زوج مغارف كاكاو وباكية خميرة تاع الحلوة، نغرب لهم على هذا الخليط ونزيد نضرب بالباتر. يبدأ عندي خليط ذوق شوكولا يعني بني. هنا نخليه واحد زوج دقائق ومن بعد نولي الليمون، نستف كامل الليمون تاعي تاع الالومنيوم. وما نعمرش بزاف، رايح تعطي لك كميه حتى ل 40 حبه. هنا ديري ما قري درنا 4 بيض برك، نديرو غير مغرف مغرف ولا مغرف ونص، يعني الربع تاع المول، لانه رايح نشربها زيد يعني تشرب، ورايح ندير كريمه على الوجه. هنايا نعمرهم يعني زوج مغارف ولا مغرف ونص، المهم تكون الربع ماشي النص في القوالب. نخليها تريح دائما الكيكات يخمروا شويه، عمري لا نطيب الكيكه تاعي في دقيقتها، تخمر واحد 20 دقيقه مغطيه، من بعد نطيبها من التحت، نطيبها على الوجه. بكره تعرف الفرن تاعها كيما الموسكوتشو، هي راهي تطيب وانت راكي توجدي في لاصوص اللي تشربي بها الكيكه. هنا الصلصه ندير كاس تاع السكر فوق النار في كسرونه نار قليله حتى يولي كراميل، بعد اللي يولي كراميل ماشي محروقه رايحه ندير له مغرف تاع الزبده ونحرك تذوب لي الزبده. من جهه واحده اخرى عندي خليط، نكون هذاك الخليط درت فيه زوج كيسان حليب دافي، زوج كيسان حليب دافي مع ربع مغارف كاكاو، ولا تقدري ديري حتى شوكولا غبره، هي كاكاو كيكون نوعيه مليحه احسن، اللي يجي ريحه ولا عنده الذوق تاع الشوكولا. هنا الكراميل تاعي كذا بالسكر درت له مغرف تاع الزبده، وبول واحده اخرى راني موجده زوج كيسان حليب مع ربع مغارف كاكاو، نحرحر ذاك الحليب في الكاكاو ونفوتهم في صفايه على ذاك الخليط تاع الزبده والكراميل، ورايح يتكور شويه. هنا ناقص لنا راني نحرك حتى يذوب لي كامل ذاك السكر، تولي لي صوص رايحه نسقي بها بالكو تاع الشوكولا. هنا الكيكه تاعي كي طيبوا، المسكوتشو تاعي كي طيب خلاص راهي تنفخت ونشفت، نثقبهم كامل بالكيردون، نشد كيردون ونثقب كامل الحبات وهما سخونين، ونشربهم بهذا الصوص. دوك الكيكه سخونه ولاصوص تاعي بارده دافيه، نقولوا ماشي بارده بارده، وراكي تشربيهم كامل، شربيهم وحطيهم بجهه كيما هذه توجدوها اليوم العشيه. من بعد طلعي مثلا حبيتي ديري تزين على الوجه، هنا نطلعوا لاشونتيي تاعنا، حبيناها كو شوكولا كو كراميل، ذوك الذوق اللي تحبوه، طلعيها مليح مليح بالباتر وديري بالبوش على الوجه وتزيني. ذوك نص حبه بنان، شويه كاكاو ايفيلي محمص، ذوك التزيين يولي ليك واش عندك تقدري ديري تفنني فيه الاولاد. تغلقي الكيكات تاعك يبردوا، يكونوا خلاص بردوا راكي زينتيهم، تغلقيهم بالغلاق نتاعهم، ديري مغرفه على الغلاق وتحكميها بالسكوتش، يعني ما تخليش المغرفه تلح وحدها، يعني كل واحد على قلت لكم كيكات عمليه، كل واحد تحطي له المغرفه هذيك راهي تجي للمغارف، كاينين المغارف، اغلقيهم كامل بالسكوتش على الوجه تاع القوالب، ويديهم يعني الولد نظاف ولا نقيين، ما يمرمدوهم لا هما ولا حتى الاستاذه يعني في المدرسه، لانه هذا قسم وراي كاينه فيه يعني ما فيش تاويل بزاف. دوك ماذا بيا كل واحد نعطيلو حبيبه نتاع الكيكه هذه. دوك التزيين قلت لكم يولي ليكم، ما حبيتيش ديري لا شونتي معليش، تقدري ديري فلون، تقدري ديري فلون، وهذا مثلا تبعي ذوق تاع الشوكولا، ديري طبقه خفيفه تاع الفلون وتشبحيها من الفوق بنص حبة تاع بنان وشوية صوص كراميل. دوك الأفكار رايحين يرجعوا ليكم. نعاودوا نرجعوا للكيكة الثانية، القوالب الفرديين ولكن المرة بسبوسة رايحة تكون مشربة. نفس الطريقة بالنسبة للبسبوسة هذه. هنا رايحين نبدلوا شوية المقادير. نفس القوالب يقعدوا هما هما. إلا حبيت ندير بسبوسة مشربة، عندي زوج حبات تاع البيض، وعندي نص كاس تاع السكر، ونص كاس تاع الزيت، ونص كاس تاع الحليب، عندي الزاز تاع القارص راه وقتو، عفوا هنا راه وقت القارص، تقدري تستعملي القارص يعني كمية كبيرة، عندي رشة ملح ومغرف لافاني، وعندي زوج مغارف عصير البرتقال ولا مغرف عصير الليمون، يعني طبيعي، عندي كاس تاع السميد يكون متوسط، ماشي سميد رطب وماشي سميد خشين بزاف، كاس تاع السميد يكون متوسط. باكية خمارة تاع الحلوى وزوج مغارف تاع ماكلة نوات كوكو، حبيت تشدي نوات كوكو تقدري ديري لوز، تقدري ديري كاوكاو، تقدري تستغني كامل وتعوضيهم بالسميد. زوج مغارف نوات كوكو تعطيني خفة للبسبوسة، هذه
طريقة تحضير البسبوسة. رايحين نشربوها الشربات نتاعها. عندي هنا زوج كيسان سكر وربعة كيسان ماء وحبة تشينة مقطعة. الشربات قلنا عندي زوج كيسان سكر عادي، ربعة كيسان ماء، وعندي حبة تشينة تكوني قطعتيها يعني شرائح، تغلي 10 دقائق فوق النار، طيبيها من قبل تبرد، والبسبوسة تاعك راك توجدي فيها. البسبوسة هنا ما تحتاجش يعني فوي، عفوا باتيغ، فقط بالفوي ديري زوج حبات تاع البيض، ضربيهم مع نص كاس تاع السكر، تخلطي بالفوي، زيدي نص كاس تاع الزيت، زيدي نص كاس تاع حليب دافي ماشي بارد، راكي تخلطي بالفوي، ملح والفاني والزاز تاع القارص ولا الزاز تاع التشينا. من بعد ندير يا مغرف عصير ليمون يا زوج مغارف عصير برتقال. نضيف الكاس تاعي تاع السميد متوسط وزوج مغارف تاع نواة كوكو، وعندي باكيه خمارة تاع الحلوى كامل بالفوي. برك ما نعمرش الخليط فم، نغطيه ونخليه 5 دقائق يشرب حتى يتشرب السميد ونواة كوكو من هذوك السوائل. من بعد باه نعرف شحال راح نعمر. بعد اللي يشرب الخليط نولي للقوالب تاعي الفردية ونحط في كل قالب ولا كل مول يعني الربع نتاعو من هذا الخليط تاع البسبوسة، ونخليها تريح شوية 10 دقائق. من بعد نطيبها، نطيبهم عادي يتحمروا بالخفرة، هي السمك تاعها ماشي عالي بزاف. دوك هي سخونة، نثقبوها كامل بالكيردو ونشربها مليح بهذاك الشربات باردة اللي كنا طيبناها بزوج كيسان سكر وربعة كيسان ماء وحبة تشينة. نشربوا كامل البسبوسة نتاعنا. من بعد هنا نشدو لاشونتي، لاشونتي تاعي هنا نديرها ذوق شوكولا. مثلا نضربها مليح مليح، نرمي لها علبة تاع شوكولا نوار وزوج مغارف تاع شوكولا غبرة، وتضربيها بالباتر وتشبحيها على الوجه نتاع البسبوسة هذه. ولا ما حبيتوش ديرو يعني تزيين تاع شوكولا تاع شونتي على الوجه، تقدروا مثلا تعمري القوالب يعني في النص باه تجيك قيس قيس، ومن بعد تشبحيها بالكاوكاو ايفيلي محمص ونص حبة تاع لي سيغيز. نفس الشيء كي يبردوا تغلقيهم، والولاد راهم يحبوا هذه الحوايج يعني اللي مثلا الحلقومه سيغيز تجي على الوجه، مكسرات تشبحي بها البسبوسه. تغلقي القوالب تاعك، تحطي هذيك المغرفه اللي تجي مع المول، وتكون حاجه نقيه مشربه مليح وبنينه تمشي مع مشروب، تمشي نفسها نفس الطريقه الثانيه. هذه هي واش قدرت يعني نشرح لكم بالنسبه للوصفه الثانيه ولا الاولى. ايضا تقدروا ديروا شوكولا في ليمون، كاينين ليمون في الاسواق مثلا ليمون تاع دبدوب صغير ولا وردات ولا يعني كاين اشكال عده تقدري تلبسي بهم الشوكولا. برك تروحوا ديروا شوكولا في القوالب، اختاروا شوكولا مليحه، ما نختارش الشوكولا هذيك باتا كلاسي اللي ماشي بنينه تقولي معليش بحر عليهم الاولاد، لا لا ندير شوكولا بنينه. نفخسيها مثلا توفيا كراميل، تشري يعني صوص كراميل واجده من برا، وتفخسيها مع شويه تاع مكسرات وتعاودي تغلقي بالشوكولا وتغلفيهم في اكياس تاع بلاستيك وتربطيهم بالحاشيه وديريهم يعني الاولاد يدهم كامل حبه حبه حبه. ولا تقدري تخدمي حلقومه. دوك هذه تولي الافكار تاع السيده، انا نظن باللي ما يكلفوش بزاف وصدقه راه يجوز في الاولاد ويفرحوا بها خير من واحد كبير. الافكار تخلقيهم يعني على حسب مقدورك وعلى حسب افكارك، ديري حوايج يعني يفرحوا بهم الاولاد. مثلا تحبي ديري كيكه ما طيبيش كامل ما تعبيش، هنا نشدوا لاشونتي تكونوا ضربتوها، وماشي شرط يعني تكون عندك لاشونتي يكون حاضر فيها الباتور. هنا اللي حبيتوا ديروا شونتي تكون عندك كميه غبره لاشونتي في بول، ويكون عندك الحليب تكوني فرغتيه في كاس في الكونجيلاتور. برك الحليب هذاك ما يكونش مجمد حجره، يكون رايح يتحجر، تفهموني، يكون كيس دجاج لداخل. الحليب يكون ماشي جامد حجره ولكن يتحجر حبه بحبه، نقولوا احنا شويه ولكن باقي سائل شويه. هنا فرغيه مباشره هذيك لاشونتي وراكي ضربيه بالفوي ماشي الباتور مع زوج مغارف سيكري كلاس، راك يطلع لك بسرعه بسرعه تعطيك نفس النتيجه تاع الباتور. هذه اللي ما عندهاش الباتور نتمشاو معاها وتخدميها مع زوج مغارف سيكري كلاس، هاي تطلع فم. برك الفوي تكون بارده، البول يكون بارد، ولا لاشونتي تكون غبره، والحليب يكون محجر شويه، تخدميها بالفوي. هنا تكون عندك لي لونغ دو شا ولا البيسكوي هذاك اللي يجي شويه طويل نديرو به التحليه تاع تيغاميسو، تشديه تسد فيه في قالب، يكون عندك قالب اللي نديرو فيه ليموس يعني قالب ما فيهش القاعده فقط سيغسو، يكون مربع الشكل تحطيه في صحن مباشره،
تحطي هذاك السيرسو نتاعك وتشدي لا شونتي ديري ذوقين، ذوق شوكولا وذوق فاني، تخليه كيما راه. تحطي كامل هذوك لي بيسكوي لي بودوار تاعك تحطيهم في الحليب وتتفيهم في السيرسو كامل، ترسيهم حدا بعضهم تكوني غطستيهم في الحليب. من بعد تحطي طبقه تاع لا شونتي، طبقه تلبسيها مليح مليح للقالب، تعاودي ديري نفس الطريقه الثانيه بلي بودوار، يعني بهذوك لي بيسكوي تشربيهم في الحليب، وتختميها بطبقه نتاع لا شونتي سواء فاني ولا شوكولا. يا اما تجيني الاولى فاني يا اما تجيني الثانيه شوكولا، دوك هنا تولي ليك. وتحطيها تجمد، جمديها مليح مليح، خدميها من قبل وجمديها ساعه ساعتين، ومن بعد نحي السيرسو نتاعك وتحطي على الوجه. مثلا تكوني شريتي نافاش يعني لا جولي، تعطريها باتاغون تاع فريز ولا تاع بنان، وتحطي تسخنيها فوق النار وتحطي تبقى خفيفه على الوجه وتشبحي. دوك تزيني ولي ليك، دي غوزاس تاع شانتيي ولا شويه تاع لي فخوي وتشبحيها. هذه تتقسم عادي، تتقسم جامده بحالها، بحال لي ترونش اللي نشريهم من عند البيسري. تقسميها ويديها يعني للولد ولا ديرها كتحليه يعني للدار، ميم تقسميها وتبعثيها للاستاذه هي تدبر راسها يعني مع الاولاد، راهي تجيب الطبع والشان. برك كتحليه ماشي طايبه، ما عندكش بيسكوي ما عندكش جينواز، فقط درتيها بالقليل بلي بيسكوي، شربتيهم بالحليب ودرتي لا شونتيي بالفوي. برك تقسميها تجمديها ساعه ساعتين وتقسميها وهي جامده. من بعد اللي تقسميها بهال بات نحيها يعني ديريها مثلا كل وحده فيها تقدم. هنا تكوني مادام الولد راه يدي حاجه كيما هذه، بعثي معاه يعني طباسا جوتابل ولا تاع الكارط يعني بهم بالمغارف تاعهم جوتابل، باه تكون عمليه اكثر، لان الاستاذه دوك ما عندهاش كل شيء. دوك الام الا بعثت حاجه راهي تكمل خيرها ودير واش لازم يعني لي بابي، ويكون عندك صحون يعني بهم بالمغارف تاعهم. وان شاء الله تقدروا تجربوا سواء الوصفه الاولى ولا الثانيه ولا حتى الاقتراح الثالث اللي مديته لكم. ان شاء الله برك بالتوفيق بدون تكلفه، اني يعني قلت بلي مديت حوايج بدون تكلفه، رغم اللي التكلفه في الاولاد يعني رايحه تجوز، ما قلتش لوز ما قلتش جوز، قلت فقط كتزيين لا حبيتوا ديروه، الباقي كله كيكات. الا شريتي تقتني فقط القوالب، تكون عندك حوايج يعني عمليين. ان شاء الله برك الاخوات اللي راسلوني فيما يخص هذا الشيء، حبوا يفرحوا وليداتهم ووليدات الناس، هنا اني قدرت نجاوب القدر الكافي والوافي يعني عبر الاثير. 27 50 12 12 27 50 13 13.